تعلمكم كيف بتكونوا كتير حلوين كتير بسرعة ومن دون مكياج. حبيت بتمدوا على سكن تبعيتكم. هاي يا حلوين، أنا ريتا اشتقتلكم كتير كتير كتير، وهيدي الحلقة رح تعشقوها لأنه رح علمكم كيف بتكونوا كتير حلوين كتير بسرعة على الفور ومن دون مكياج. بس في تريك وحدة للشعر رح نستعمل فيها الميك اب، وهلأ بتفهموا علي ليه. مثل ما بتعرفوا أوقات إنه في شيء كتير صغير بنعمله بحالنا منحس إنه الفرق صار كتير كبير، يعني بنعمله بثواني. شفتوا هيدا الفراغ أنا هلأ رافعة شعري؟ يمكن ما تحسوا إنه في شيء كتير غريب بوجهي، بس التريك اللي هلأ رح أعلمكم إياها بثواني رح تحسوا كأنه عبيت كل شعري. كيف؟ بتجيبوا آي شادو وبتنقوا لون بني يكون شوي أغمق من شعركم تتملوا هيدي الفراغات. يعني رح اختار انا هيدا اللون. باللون البني رح مل هالفراغات. واو شو ذكية الفكرة. بدكم تختاروا اللون الصح. ليكو يا صبايا كيف مليت كل الفراغات. هلأ هون عندي كمان فراغ بس مش قد هون كان، بس ليكو كيف مليته بيّن كأنه عم بوهم الناس أنه أنا عندي شعر. شو رأيكم بهالتغيير هيدا اللي أخد أقل من 5 ثواني؟ تعرفوا شو رح أعمل الميل التاني؟ هيك أعمل الميل التاني على السريع، هيك هيك أخدت معنا ماشي وقت. واو 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 تانكيو للآي شادو والبرش. التريك التانية، صحيح يا صبايا أنه لون العيون كتير مهم، إن كان بني، أخضر، أزرق، شو ما كان لون عيونكم أكيد أنتو حلوين. بس أوقات دير من دار العين، يعني عم نحكي عن البياض، بيبين هيك في تعب كتير كبير خصوصا للأشخاص اللي مثلنا يلي بيشتغلوا ليل نهار على الكمبيوترز واللابتوبز، خصوصا أنه نحنا بعصر السوشيال ميديا وثلاث أرباع الوقت بنكون على الفونز تبعولنا وبنكون عم نحضر الفيديوز تبع قناة جمال. فالفكرة هي أنه إذا العين كلها بالإجمال مبينة تعبانة حتى لو لون عينيكم حلوين ما بيبين. التريك اللي بدي أعلمكم إياها قطرة ترطيب، خصوصا للعالم اللي كتير بتنشف عيونهم، بتكونوا عن جد عم بتفيدوا عيونكم بطريقة كتير كبيرة. وأكيد أنا بالنسبة لإلي استشيروا طبيبكم قبل ما تستعملوا حيالله شيء أو الفرماشان اللي موجود حد بيتكم. بس اللي بدي أقولكم إياه إنه رح تاخدوا راحة ومفعول فوري بأسرع ما يكون. فكل اللي بتعملوه إنه بتقطروا من وقت للتاني كرمال تيضلون هيك عينيكم مرطبين. يا صبايا الرموش، في أجمل من الرموش العباية الحلوين الطوال؟ كل اللي بتعملوه هو ببراش تبع الماسكارا إذا بدكم بتنطفوها كتير منيح من بعد ما تكون خلصت، بيصير عندكم هيدا البراش فيكن تمشطوا فيها حواجبكن أو فيكن تطبقوا فيها الشيء اللي رح قلكن إياه عنه هلأ. بتجيبوا زيت الخروع ولمدة أسبوع قبل ما تناموا من بعد ما تكونوا نظفتوا كل الميك اب عن وشكن وكل شيء بطريقة هيك كتير جنتل ورايقة، بتحطوا نتفة من هالزيت وبس بتحطوه على رموشكن وبتناموا. وصدقوني بعد اسبوع رح تجوا لعندي على الكومنت سكشن تكتبوا لي ريتا ثانك يو، لانه عن جد حاسين بفرق برموشنا. زيت الخروع كثير عالم جربته وصدقوني انه حتلاقوا فرق بجمل. اذا عندكم يا صبايا ايه عايزين فرشاة سنين لهيدا التريك، عايزين فرشاة سنين، اذا عندكم يا صبايا مناسبه وعبالكم انه هيك شفافكم يعملوا نفخه صغيره بيتمكن هيك يعطوا فوليوم اكثر، خصوصا للاشخاص اللي مثل اللي ما عندهم شفاف، بعرف معاناتكم. كل اللي بتعملوه هو انه بتستخدموا سينمون او القرفه. القرفه لما يتطبق على التم شو بيصير؟ بيخلي انه يعزز الدوره الدمويه وبتحسوا انه عن جد هيك عم بينكوزوا شفافكم وشوي صغيره بيصير عندكم هيدي النفخه. طريقه كثير بسيطه وموجوده بكل بيت. عندكم تو اوبشنز، يا بتحطوا سينمون مع حيالله زيت مرطب وبتكونوا عم تفركوا بطريقه دائريه على الشفه، او بتستعملوا سينمون مع فازلين. انا هلا رح استعمل سينمون مع فازلين، رح اعمل هيدا الشيء قدامكم وقولوا لي النتيجه.
شو يا صبايا؟ شو رأيكم بهالشفاف الحمر وبهالنفخة اللي هيك خفيفة بس كتير كتير عاملة فرق بوجهي؟ أدي أخدت معنا الخبرية أكثر من دقيقتين؟ أبداً، وفكرة ذكية وسريعة. أدي يا صبايا بيقولولكن إنه عن جد السكن بحاجة لفيتامين سي، حطوا فيتامين سي، شربوا فيتامين سي، جيبوا سيرمز فيهم فيتامين سي، جيبوا خبار فيهم فيتامين سي. طيب أنا عندي الحل، جيبوا اللي هي الليمونة مثل ما هي مع قطن نظيفة، ولما بدكن تحسوا انه عبالكن تكون سكن تبعيتكن جلوي وتاخدوا نتيجة فورية لانه الأورنج دغري بيسحبوا الجلد، كل اللي بتعملوه على القطنة بتمدوه على سكن تبعيتكن بهالطريقة وبتنطروا الجلد تبعولكن تيسحب كل هالفيتامين هيدا ويستفيد من كل منافعه على السريع. تحطوه وفلوا. كمان يا صبايا من الاشياء اللي فيكن تعملوها واللي هي متواجده بكل بيت واللي فيكن تلمسوا عن جد يعني تغيير فوري بسكن تبعيتكن هو الكافيين. كل اللي بتعملوه هو بتجيبوا نتفه او شويه بن، بتجيبوا زيت زيتون او حيلا زيت مرطب عندكم ياه بتعرفوا منافعه. هلا كل اللي بتعملوه من بعد ما يصير عندكم هيدا البيست الكريمي هيك، يا بتعملوه على وشكم وبتفركوا بهالطريقه الدائريه وبتتركوا الكافيين يتغلغل بالجلد تبعولكم ويستفيد من كل الترطيب اللي موجود من خلال الزيت المرطب، او عندكن حل تاني انه تعملوه كمقشر من خلال انه تزيدوا شوية سكر على الخليط وكمان بتقشروا بشرتكن بطريقة دائرية. اذا عملتوه هيك بتتركوه حوالي ربع ساعة وبتغسلوا وشكن، اما المقشر فبتعملوه من 3 لـ4 دقايق بتتخلصوا من كل الجلد الميت وبترجعوا لعندي على الكومنت سكشن بتقولوا لي ريتا ثانك يو لانه حاسين انه السكن تبعيتنا جلوي. في أبسط من هيك؟ مكون موجود بكل كل كل بيت. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة فاللي بدي أقولك إياه تتكون حلوة على الفور، ابتسمي. الابتسامة هي ببلاش أول شيء، تاني شيء كتير بتعطي positive vibes، هيدا شيء يعني من أبسط الأشياء اللي فينا نعمله بصورة يومية. بعدين يمكن بابتسامتك تكون عم بتخلي حدا تاني يمكن he's أو she's having a bad day إنه يتغير يومه بهالابتسامة، وهالشخص هيدا يمكن يبتسم ليك ويبتسم لحدا تاني، وهيك بنكون عم ننشر الفرح وين ما كان مثل ما دايما بنعمل بجمال. اوكي انا اللي بدي لكم اياه انه عن جد لو شو ما عملتوا انتو كتير حلوين شو ما عملتوا، نحن على قناة جمال وكي عم نجرب قد ما فينا انه نخليكم تكونوا مرتاحين مع حالكم، انه يكون عندكم ثقة بنفسكم من خلال حيل كتير كتير صغيرة وبسيطة فيكم تطبقوها وتعملوها بصورة يومية. اذا حبيتوا اللوك تبعولي فيكن تنزلوا على الديسكريبشن بوكس وتشوفوا محل يلي لبسني، وبدي أقولكن انه انا بحبكن كتير، عملوا سبسكرايب اذا بعد لهلا ما عملتوا سبسكرايب على قناة جمالوكي، لايك شير اند فولو كل السوشيال ميديا بلاتفورمز تبع جمالوكي ونزلوا تطبيق لانه كتير بفيدكن. انا بحبكن كتير 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 وبشوفكن الجمعة الجاي. باي.